مساء الخير أعزائي المشاهدين في أولى حلقاتنا مع برنامج في الموسم الأول، برنامج إيدي بإيدك. زي ما أنتوا عارفين وإحنا مشهورين بالخير، فطبعا حابين نوسع دايرتنا وندخل ناس كتير معانا في الخير اللي إحنا بنعمله وبنقدمه. وقبل ما أدخل في أي تفاصيل أحب أرحب بزميلتي ياسمين. ازيك يا هاجر؟ ازيك يا اخيرا ياسمين؟ يا هاجر عملنا برنامج مع بعض. شفتي بقى، بس احنا مش عايزين نتكلم كتير بقى عشان وقت الحلقه وكده، عايزين نشوف اول تقرير معانا. تمام، هننزل باول تقرير معانا. عايزين ننزل بأول تقرير وهي حالة أم ياسمين. كلمتيني بخصوص المشكلة اللي عند حضرتك. مشكلتي إن أنا نفسي أعمل عمليتي، كل ما أروح مستشفى مفيش، عايزين بالستة والسبعة، وكمان بقى عملية ايه؟ الفتاك، شايلة كليتي عشان كانت نهارية. تمام. وحضرتك بعد ما شلتها راحت عملت فتاك، كل ما أروح مستشفى عايزين 6,700. عشان تعملي عملية تانية يعني؟ عشان أعمل عملية اللي هي الفتاك دي. تمام. وأنا مش معايا، مش مقدرتي إن أنا أعملها. ومعاكي مش متجوزة؟ لا، متطلقة. معاكي كام؟ معايا في وش عدوك 5 عيال، بس صغيرين كلهم. ربنا يخليهم. وزي ما أنت شايفة الشقة كده على الارض، وبعمل اكل على بوتاجاز صغير. كذا مره العيل يتحرق مني بسبب ال ما عايزه. يعني ايه اللي وصل شقه حضرتك كده؟ ان انا بعد ما اتطلقت ما كانش فيه شغل ساعه الكورونا. تمام. وهو لما مشيت ورجعت كان بايع كل حاجه. تمام. يعني انت حضرتك بتطلبي شغل والعمليه؟ اه. تمام. ويا ريت حته بوتاجاز وحته تلاجه، دول اللي نفسي فيهم بقى. كل اللي طالبوه من ربنا ان ربنا يقف جنبي وجنب عيالي، بس مش اكتر. تمام. عشان نشوف اللي انت عايزاه. يعني حاله ام ياسمين عايشه ازاي ودنيتها ايه؟ ده المطبخ. ده المطبخ بتاع ام ياسمين. ده البوتاجاز اللي بتعمل عليه الاكل. ودي عيشة أم ياسمين. تعالى صور هنا. زي طبعا ما شفنا في التقرير اللي فات، أم ياسمين كان يعني عندها 5 أطفال وعامله كذا عمليه وما فيهاش. احنا رحنا شفنا البيت بتاعها. رحنا، ما كانش فيه اي حاجه، ويعني بجد ده بيت ما يصلحش للمعيشه الادميه نهائي. انت شفتي كان الاطفال حتى ما فيش. انا ما اظنش ان هم الاطفال دي بتتعلم، لان مفيش حد بيساعدهم. وطبعا زي ما انت عارفه في المرحله دي بتبقى الراجل ما مش عايز، خلاص انا هعمل لهم ايه؟ ما يولعوا. هي منفصله. ما هي منفصله 5 أطفال. طب هو فين؟ معاها 5 أطفال وهي محتاجة عملية مرارة ومش عارفة تعملها. طب هو فين بقى؟ فين جوزها من الموضوع ده؟ مش موجود خالص للدرجة دي يعني؟ ما فيش حاجة خالص، اللي هو شايف أطفاله كده وشايف المكان اللي هم عايشين فيه. ما فيش بوتاجاز، ما فيش سرير، ما فيش نور، ما فيش أي، ما فيش مرتبة حتى يناموا عليها. لما بتتكلم معانا اللي هي تشوف الحلقة بتاعتنا بتقول أنا ما عنديش حتى تلفزيون أنا أشوف الحلقة بتاعتك. ما فيش اللي هو، ودي مش لوحدها، أنت شفتي البيت كله. تمام. كان تقريبا نفس الطريقه بتاعتها دي، ومش دي لوحدها، في ناس كتيره جدا. ابسط حاجه ما عندهاش لمبه في بيتهم، الشقه كلها قايمه بلمبه واحده. دي حقيقه احنا شفنا ده. مفيش طبعا مفيش مرتبه اقل ما فيها ان هم يناموا عليها. دي حقيقه. طب اقول لك على حاجه، شفتي لو احنا داخلين الشارع كان منظر الشارع عامل ازاي؟ يعني تتكلمي على منظر الشارع يا ياسمين؟ بجد هو ده اللي هيشغلك. انت شايفه اصلا المعيشه اللي هي عايشه فيها؟ ما هو عايزه علاج ومش عارفه تتعالج. ما هي دي برضو ترجع للمشكله من الاول خالص، من البدايه يعني. من الاول مش مهم هي طالعه من البيت مثلا فقير او كده، بس طب خلاص انت اتجوزتي خلفت 5 أطفال يعني، ربنا يدي. وانفصلت. وانفصلت. الاهل فين؟ ما نعرفش اكيد طبعا. سابوها.
بنقول زي ما هي قالت يعني لما فيش حد، هي بتقول لك ما فيش حد يعني بيقف جنبها غير مامتها. ما فيش، دي حقيقه. فين بقى المفروض الاهل ليه دور حتى لو باي حاجه؟ اللي احنا يعني احنا بنحاول نساعد، بس احنا مش هنقدر نعوض كل حاجه. اكيد احنا بنساعد على قد ما بنقدر، بنجيب لها مثلا ممكن العمليه، ممكن نساعدها بفلوس شهريا، بس مش هنقدر نعوض كل حاجه الاطفال دي. اكيد هي اصلا يعني هي كل طلبته شغلانه، هي مش طالبه فلوس من حد، شغلانه وسرير وتلاجه وبوتاجاز، هي ما طلبتش اكتر من كده، وهي فعلا حالتها تستاهل. احنا برضو التقرير التاني حاجه شبه كده شويه. التقرير التاني معانا عم محمد. عم محمد ده حاله صعبه جدا. عم محمد ده كان عامل في بنزينه، بيقول لك كانت يوميته كويسه جدا، كان بيصرف حلو قوي، كان عايش كويس لحد ما حصلت له حادثه في قطر. ف يعني ربنا الحمد لله ان ربنا نجاه واتبترت رجليه. فان شاء الله دلوقتي هنروح نشوف التقرير معانا ونشوف حاله عم محمد. بس حضرتك يعني اتجاهات الجمعيه ايه والحالات اللي ممكن تقبليها ايه عندك في الجمعيه؟ والله احنا اتجاهات الجمعيه ان احنا كنا بنساعد الايتام وبنساعد في البرامج، وبنحاول ان احنا نساعد على قد ما نقدر كل حد بيجي للجمعيه ايا كان هو مين او منين، على مستوى الجمهوريه اطراف صناعيه. والحمد لله احنا عاملين الشهر اللي فات 45 حاله اطراف صناعيه، وعملنا ما شاء الله كذا حاله عيون، وبنحاول نساعد كمان ان احنا بنساعد كمان بنودي ناس لمعهد الاورام، بنساعد برضو في علاجهم. والحمد لله يعني كل العمليات وكل الحاجات اللي احنا عاملينها لحد دلوقتي ما شاء الله كلها كويسه. انت حضرتك قلتي ان في حاله، دي حاله لسه جديده، انت يعني جايبانها عشان امبارح المفروض ان احنا نصور معاها، فالحاله جاهزه دلوقتي للتصوير؟ الحاله دي دعم محمد. ده كان عامل في بنزينه، عامل بسيط وما كانش يملك حاجه غير ان هو شغال عامل بسيط. كان راكب القطر وقع منه، حصلت له بتر في رجليه الاثنين، وبعد ربنا ما عفى عنه يعني وخرج من المستشفى، مراته طردته في الشارع وقالت له اكتب لي الشقه باسمي والا هطرد في الشارع. كتب لها الشقه باسمها وبرده راحت طردها برده في الشارع. بعد فتره واحد زميل جوزي مدرس جه حكى لي ان في واحد مش لاقي ياكل وتعبان جدا في الشارع والناس بتطرده، و يعني ماشي كمان من غير كرسي ومن غير اي حاجه. فروحت وقعدت ادور عليه لحد ما ربنا كرمني ووصلت له وجبته، والحمد لله سمعت كل الحاجه وشفت كل اوراقه وشفت كل الحاجات. وبعدين حاولت ان انا ادور على اي دار تاخده، لقيت اسعار عاليه جدا، ما قدرتش طبعا، وخفت ان انا اجي ان انا في يوم ما اقدرش ادفع فيطردوني. كان الحل الوحيد ان ربنا الهمني ان انا اجر له شقه، والحمد لله اجرت له الشقه وهو النهارده مبسوط طبعا. الحمد لله. خش بقى اتفضل. السلام عليكم. محمد اهلا وسهلا بيك. عايز اعرف حكايه حضرتك ايه وايه اللي حصل معاك؟ والله كنت شغال في بنزينه، عامل بنزينه عامل عادي كده. تمام. وكنت الدخل حلو يعني، وكنت عايش كويس مع مراته واولاد. تمام. حصلت لي الحادثه اللي دارت اللي حصلت لها ديت، وقعت في القطر. تمام. فزوجتي كانت طلبت مني ان انا اكتب لها الشقه باسمها وكده، فكتبتها لها باسمها. عند حضرتك اولاد؟ ايوه. سنهم قد ايه؟ معايا ادم في تاني اعدادي وبس مالها في 5 كلاب. ربنا يخليهم. الله يخليهم. طب انت حضرتك يعني محتاج ايه؟ يعني هتكمل حياتك ازاي؟ مش عارف اكملها ازاي، مش عارف. ما عندكش شقه؟ لا انا مضروب ضربتين، اول واحده من مراتي والتاني واحده من اختي. اختك عملت معاك ايه؟ سرقت المعاش. سرقت المعاش وانت عاجز كده؟ الحمد لله احنا وصلنا ان احنا نعمله معاش الحمد لله عشان الاعاقه دي. والجمعيه بتاعت استاذه مروه هي اللي جابت لك الشقه دي؟ تمام.
ورجعنا طبعا. شفت التقرير ده نسخه من التقرير التاني، نسخه من اللي احنا بنشوفه. بس ده اصعب شويه. مفيش اصعب، هما كلهم نفس المرحله. راجل كان عايش كويس جدا وشغال في بنزينه وعنده مرتب ثابت كل شهر، بمجرد حادثه راكب قطر وقع رجله اتقطعت. دلوقتي مراته، هل مراته هتعيش معاه؟ مفيش الكلام ده. خليته كتب لها الشقه، يعني كتب لها الشقه، قالت له يا اما هرميك في الشارع، وبالفعل كتب لها الشقه وفي الاخر رميته في الشارع. ده ازاي؟ شفتي ازاي جالها قلب؟ شفتي هو بيقول لنا انا كنت، كان جايبين لي اطراف صناعيه وانا نايم في الشارع، كان الناس سرقوها، كان الناس بتاخدها مني. كان الناس ما بتقدرش تقعد معايا، خايفه مني. طب انا هعمل لهم ايه؟ انا اصلا مش قادره اتحرك، انا هعمل ايه للناس؟ الناس يعني اتشالت من قلوبهم الرحمه بجد. وفي بقى يعني ازاي اصلا مراته ام عياله، هو معاه تقريبا 3 اولاد، ازاي ترميه في الشارع؟ بعد ايه؟ بعد ما كان معايشك؟ دي حقيقه. وبرده ما تلوميش كده، هو من الاول الاختيار الغلط في كل حاجه ما بتلاقيش. يعني انت اخترتي غلط، كنت بتدوري بقى على الشكل، كنت بتدوري على اي حاجه، الاختيار الغلط هو اللي بيوقعك في كل ده. اكيد يعني هو ربنا يعينه، وان شاء الله احنا نقدر نساعده. احنا لغايه دلوقتي جبنا له الشقه وجبنا له يعني عايزين نوجه الشكر للجمعيه اللي هي الكلمات الحسنه مع الاستاذه مروه. الاستاذه مروه لما الناس كلموها وقالوا لها ان هو قاعد في الشارع، راحت جابته من الشارع وجابت له شقه وجابت له كرسي متحرك، فما قصرتش بصراحه. دي حقيقه. بس برضو احنا في مكاننا ده اللي احنا نقدر نساعده شويه، نكمل عليه، لان هو كان محتاج كشك، حاجه يعيش بيها، يكمل، يقدر يكمل طبعا حياته بيها. وايه تاني؟ طيب احنا هنروح فاصل وهنرجع تاني لفقره تانيه، انتظرونا. ورجعنا بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا النهارده. بس احنا خلاص بقى اتكلمنا بما فيه الكفايه النهارده عن الحالات الانسانيه اللي احنا بنعملها. عايزين بقى نعمل هدوء شويه ونتكلم عن عيد الام. طبعا ايه، عشان في امهات في البيت مستنيه الفقره دي بفارغ الصبر. كل سنه مش عارفه، كل سنه وكل ام طيبه. انا مش عارفه اتكلم، صدقني انا متهدده في البيت والله. انا مش عارفه اتكلم ليه كده، انا ما هروح اتقتل النهارده بسبب عيد الام والهدايا والحاجات دي. انت بتجيبي ايه هدايا في عيد الام؟ وفي اكتر من احنا هدايتهم. لا بجد، بتجيبي ايه هدايا في عيد الام؟ لا عادي يعني، بشوف ايه اللي ماما محتاجاه اكتر حاجه وبجيبه لها. ايه رايك في طعم الكوبايات؟ طعم الكوبايات عارفه انا لغايه ممكن يكسر على دماغنا. انا لغايه دلوقتي بجيب طعم الكوبايات ده. لا ممكن يكسر على دماغنا. لا هو طعم، مفيش، معيش فلوس يعني، راعي شعوري، معيش فلوس. هو ده احلى حاجه في الدنيا، طعم الكوبايات. طب بقول لك ايه، عارفه العادات اللي الامهات بتعملها؟ اللي هو ايه، انت خارجه بكره هدومك، هل هتلاقي الهدوم اللي انت هتخرجي بيها في الغساله؟ والله ماما على طول بتعملها في ايه. انا اي حته خارجه بدور على الهدوم في الغساله. طب شكرا، هاخد الغساله واخرج. او الاكل، ماما انا ما بحبش ده. لا ده حلو، ده مفيد، انا ما بحبوش. لا انا بصراحه ماما بتسالني، تسالني عن الاكل قبل ما نعمله. امال انا مامتي جايه منين؟ طيب مش عارفه. احنا بجد احنا اهم هديه بنقدمها لهم ان احنا بجد نبقى برين بيهم، يعني ماما وبابا، يعني مش الام بس، هو العيد ده اصلا عيد اسره مش عيد ام فقط. فالمفروض نبقى برين بيهم، المفروض نبقى بجد يعني بنسعدهم، بنرضيهم، بنعمل لهم اللي فعلا اللي هم محتاجينه مننا، زي ما هم بيعملوا اللي احنا محتاجينه. دي حقيقه. بس طبعا احنا ايه اتكلمنا فقره صغننه عشان ايه ما نشتمش. كان امبارح بالليل بتكلم انا وعمار بخصوص الفقره دي، فقال لي انا هديكي حاجه حلوه كده تقوليها، وانا بقول دلوقتي ما اصل انا كاتباها يعني، بس عمار اللي كاتبها. اقولها لك: إلك يا أمي قبلات بعدد المخلوقات وعظم التحيات والتمنيات، يا أول حب في حياتي، حبك متدفق في دمي ولن ينتهي إلى الممات، مهما تكلمت عنك ولن تعجز الكلمات عن وصف أم ليست كالأمهات، قد يكون أي شيء هم، ومن المحتمل أن كل شيء خيال، ربما الحياة كذبة لكنك يا أمي حقيقة، فالشمس تشرق وتغرب ونور وجهك لا يغرب، فصول السنة متقلبة وروحك ثابتة، الورد ينتهي وعبير ابتساماتك لا يزول. جميلة. لكل شيء نهاية ودفء قلبك لا ينتهي. كل سنة وكل أم مصرية بألف صحة وسلامة. كل سنة وكل أم مصرية بخير وسعادة وصحة. وكل سنة وانت طيبة يا ماما على هوا. كل سنة وانت طيب يا بابا طبعا. أهم حاجة بابا. وإن شاء الله يعني السنة الجاية كده تكون إن شاء الله كل أم وكل ست مصرية بخير بأمر الله. خلصت حلقتنا، واستنونا الجمعة الجاية إن شاء الله بمواضيع جديدة وخير جديد.